باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أغابي الأحباء قناة أغابي، كل مرة وحضراتكم طيبين. نلتقي معكم في حلقة من برنامج وعود الله. هقرأ مع حضراتكم الأول جزء من مزمور محبوب جدا لنا، مزمور 103. باركي يا نفسي الرب، كل ما في باطني يبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين. الوعد بتاعنا النهاردة يتجدد مثل النسر شبابك. الأول أحب أقول مقدمة كده عن بعض الطيور في الكتاب المقدس. من الطيور في الكتاب المقدس مثلا هنلاقي الحمامة، والحمامة في الكتاب المقدس رمز للسلام. فاكرين في سفر التكوين وحمامة نوح؟ صار لغاية النهاردة معظم دول العالم رمز السلام عندهم حمامة في فمها غصن زيتون أخضر، فالحمامة ترمز للسلام. الحمامة أيضا ترمز للروح القدس، لأن الروح القدس في يوم معمودية الرب يسوع ظهر متجسدا في شكل حمامة. أيضا الحمامة ترمز للوداعة والبساطة، كونوا ودعاء كالحمام. خدوا مثلا الدجاجة. الدجاجة في الكتاب المقدس ترمز للاحتضان والحنو. أورشليم أورشليم، كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحي. فالدجاجة أو الفرخة ترمز للاحتضان والحنو. العصفور في الكتاب المقدس يشير لضآلة القيمة الذاتية مع عناية ربنا. أليست خمسة عصافير بلسين واحد منها غير منسي أمام الله؟ فالعصفور يشير لضآلة القيمة الذاتية، لكن الله يهتم كم أنتم أفضل من عصافير كثير. موضوعنا النهاردة بقى عن النسر. النسر في الكتاب المقدس يرمز للإنسان الروحي القوي بإلهه، الذي ينتظر إلهه بإيمان. مش كده الآية تقول إيه؟ تقول وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. النسر يرمز للإنسان القوي بإلهه، الذي يجدد شبابه فلا يشيخ. في نوعين أساسيين من النسور. في النسر الملوكي الإمبراطوري، وده موضوعنا النهاردة. وفي النسر الثاني، نسر العقاب. نسر الإمبراطوري الملوكي اللي هو موضوع النهاردة ده، اللي عشوا بيعملوا فوق أعلى 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 قمم الجبال. النسر الملوكي لا يأكل الجثث الميتة، يأكل فرائس طازجة ودم طازج، هو يصطاده بنفسه. هنا النسر الإمبراطوري يرمز الإنسان الروحي المحلق في السماويات، وجاذبية الأرض والخطية مش بتقدر عليه. النوع الثاني اسمه نسر العقاب، وده بيعمل عشه فوق الشجر وبيأكل الرمم ويأكل الجثث الميتة، وده اللي مقصود بالآية حيث الجثة تجتمع النسور. وده إشارة للإنسان اللي الأرض شدته لتحت ففقد بهاءه وفقد سلطانه. هكلمكم النهاردة عن بعض النقط اللي تخص النسر الإمبراطوري الملوكي وزي يشير إلى الإنسان الروحي. أول حاجة أكلمكم عن عين النسر. في ثلاث سمات مهمين جدا يميزوا عين النسر. أول حاجة، النسر يرى من بعيد جدا، نظره قوي جدا جدا. عين النسر بتشوف حوالي 100 ضعف قوة إبصار الإنسان. تخيلوا، شوف من بعيد قوي.
ليه؟ لأن هو ساكن أعلى 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 قمم الجبال على بعد آلاف الأمتار، والمنطقة اللي هو فيها دي ما فيهاش أكل، هو أكله من تحت. فكرة 90% من أكله بيبقى سمك، سمك طازج بيصطادوا من سطح المية. تخيلوا بقى من فوق أعلى الجبل شوف سمك تحت سطح المية، فنظره قوي جدا. شوفوا من بعيد. السمة التانية إن النسر يقدر يبص للشمس مدة طويلة عكس أي طائر تاني عينه تضيع. السمة التالتة إنه النسر عنده حاجة اسمها رؤية مزدوجة، يعني هو باصص فوق يقدر يشوف تحت في نفس الوقت، ودي إشارة للإنسان الروحي هتكلم عليها دلوقتي. أول حاجة إن النسر نظره قوي فيشوف لبعيد جدا. الإنسان الروحي له نظرة ثاقبة ويشوف لبعيد، ودي من السمات اللي تميز الإنسان الروحي، أنه له نظرة بعيدة ثاقبة يرى ما لا يراه الآخرين. أديكم مثال. القديس العظيم ماري مرقس لما جه مصر هنا من 2000 سنة تقريبا، جه ودخل اسكندرية، لقى اسكندرية مدينة كوزموبوليتية يعني مدينة عالمية فيها جاليات من معظم دول العالم، فيها أديان مختلفة، فلسفات مختلفة، لغات مختلفة، مدينة عالمية. فالقديس ماري مرقس بعين النسر اللي يمتلكها قال مش ممكن الكنيسة الناشئة دي تقدر تصمد إلا بالمدرسة بالتعليم. هنا عين ثاقبة شاف بعيد. وفعلا القديس ماري مرقس بعد ما عمل أول كنيسة في بوكلي في دار البقر، بعد كده عمل جنبها المدرسة اللي بقت بعد كده مدرسة اسكندرية اللاهوتية. بعد كده المؤرخين يقولوا إيه؟ يقولوا بسبب مدرسة ماري مرقس اللاهوتية صارت كنيسة مصر هي عقل المسيحية. ده التعبير في كتب التاريخ، صارت كنيسة مصر بمدرسة ماري مرقس هي إيه؟ هي عقل المسيحية. هنا نظرته ثاقبة يرى لبعيد. نحتاج وقت عشان نتكلم على عين النسر اللي كانت للبابا كيرلس. بابا كيرلس كان له عين النسر، وبعين النسر قدر يختار أكتر راهب ثقافة في الكنيسة ويعمله أسقف للتعليم، وده كان أول أسقف تعليم في العالم في كل كنائس العالم، لأن القديس البابا كيرلس له عين النسر، شاف أهمية التعليم وشاف أكثر راهب ثقافة في الكنيسة اللي هو أبونا أنطونيوس السرياني اللي هو الآن بشنودة أسقف التعليم. برضو بعين النسر البابا كيرلس شاف معدلات الفقر في بداية الستينات بتزيد، لقى مناطق عشوائية، لقى تجمع للزبالين، لقى إن الأغنياء اتأممت حاجاتهم فسافروا، بقى الفقراء يزيدوا فخرا، ففكر في أسقفية للخدمات. وبعين النسر اختار أكتر راهب بيحب الفقراء وأكتر راهب له علاقات خارجية، واختار أبونا مكاري السرياني وبقى الأنبا صميل أسقف الختام. محتاج وقت عشان نتكلم عن البابا شنودة بعين النسر. أبائنا كان ليهم عين النسر. النسر كمان اللي يميزه إن عينه تقدر تبص للشمس مدة طويلة. الشمس هنا تشير إلى المسيح، شمس البر. الإنسان الروحي له عين النسر يقدر يقف مدة طويلة يتطلع في جمال المسيح، يقدر يقف مدة طويلة يتأمل في صفات ربنا يسوع المسيح. شوفوا مثلا موسى النبي. موسى النبي له عين نسر، قدر يقف 40 يوم و40 ليلة قدام ربنا لدرجة ان وشه ابيض. الناس العاديين اللي ملهمش عين النسر مش قادرين يبصوا لوجه موسى، فبدأ يحط برقع. بينما موسى عين النسر طلع فوق الجبل وقف قدام ربنا 40 يوم. الأنبا بيشوي كان له عين نسر يقدر يقف قدام ربنا الليل كله. القديس أرسانيوس كان له عين نسر، عين النسر تقدر تبص للشمس
الإنسان الروحي يقدر يتطلع لجمال المسيح وصفاته مدة طويلة. السمة التالتة في عين النسر الرؤية المزدوجة، يقدر وهو باصص تحت يبص فوق، ويقدر هو باصص فوق يبص تحت. إشارة للإنسان الروحي وهو في وسط الضيقة، الضيقة اللي تحت، يقدر يبص لفوق فيرى ما لا يراه الآخرين، يرى الرؤية المزدوجة. ودي تعزية ربنا بيديها لأولاده في الضيقة. شوفوا مثلا إليشع رجل الله. إليشع ده كان ساكر فوق جبل السامرة، هو نسر اهو. كان له تلميذ اسمه جحزي، بس جحزي غلبان مش نسر. ملك السامرة اغتاظ من إليشع، فبعت جيش يقبض على إليشع. إليشع له عين النسر، بص تحت شاف العساكر، في نفس الوقت الرؤية المزدوجة هو باصص فوق فشاف السماء مليانة ملايكة، فكان مطمن في الضيقة. جحزي الغلبان ملوش عين نسر، شايف تحت بس، فارتعب، ده جيش. فإليشع صلى لربنا، قال له يا رب من فضلك ادي جحزي عين نسر، افتح عيني الغلام يرى. فربنا ادى جحزي عين نسر، فبقى شايف العساكر وشايف الملائكة، فقال الذين معنا أكثر إيه من الذين علينا. شفتوا عين النسر دي خاصية ربنا يعطيها لأولاده في الضيقة لألا يبتلعوا من الضيقة. مثال تاني لعين النسر استيفانوس. استيفانوس وهو بيترجم يعني مش باصص فوق، ده إيه، ده الطوب بيجي عليه بيموته، وهو تحت في وسط الطوب ربنا اداله عين نسر، فبقى شايف الطوب وشايف السماء. مش كده يقول ايه قديس استيفانوس؟ يقول كده: واما هو فشخص للسماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فراى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، قال: ها انا ذا انظر السماوات مفتوحه وابن الانسان قائما عن يمين الله. عين النسر، الروح القدس اعطى قديس استيفانوس عين النسر، فهو بيقع تحت الطوف بص فوق لقى السماء مفتوحه والمسيح واقف عن يمين العظمه. احبائنا وولادنا وابائنا شهداء ليبيا، شهداء ليبيا، انا متاكد ان ربنا اداهم عين نسر، اصل من غير عين النسر كان يخوروا. في الانسان غريزه اسمها غريزه حب البقاء، دي غريزه في الانسان، دي غريزه. كونهم يشوفوا الناس الاشرار لابسين السواد، يشوفوا السكاكين اللي بتلمع، ده في حد ذاته يخيف اي انسان، دي غريزه. ليه ما خافوش؟ ربنا اداهم عين نسر، ففتح عينيهم على السماء فشافوا المسيح وشافوا الاكاليل فما خافوش. عين النسر، عين النسر اللي هي الايمان. ربنا قال لي كده الاخت العازر: ان امنتي ترين مجد الله، ان امنتي هتاخدي عين النسر. عين النسر هي عين الايمان، نرى ما لا نراه الاخرين فنكون في اطمئنان. اول حاجه اتكلمنا عنها هي عين النسر وسماتها الثلاثه. اكلمكم بعد كده عن حاجه تانية، عن طيران النسر. النسر بيطير بسرعة حوالي 100 ميل في الساعة، 100 ميل يعني أكتر من 160 كيلو متر في الساعة، أسرع من أسرع عربية. النسر يقدر يحلق طائرا يوميا من 4 لـ6 ساعات. الإنسان الروحي يقدر يحلق فوق، يحلق مدة طويلة. يا ترى انت يا نفسي بتحلقي كام ساعة في اليوم؟ لأن الوقت اللي أنا بحلق فيه هو ده عمري اللي محسوب قدام ربنا. إمتى بحلق؟ في القداس مثلا، حينما نقف في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، ده تحليق. الواحد لما يحضر قداس كده ويتعزى في القداس ويخرج بعد التناول يقول لصاحبه أو أخوه، يقول له إحنا النهاردة
كنا في السماء، وده تحليق. قراية الإنجيل ده تحليق. تلاحظوا إن الكنيسة بتحط الإنجيل فوق منجلية عالية، زمان كان فوق الإنبل. الإنجيل ده تحليق، الصلاة ده تحليق، التسبيح ده تحليق، لأن التسبيح ده عمل الصرافين. الرؤية اللي شافها أشعية في أشعية 6 شاف الصرافين بيسبحوا. إذن التسبيح ده إيه؟ ده تحليق. التسبيح ده عمل الأرواح البارة المكللة في السماء. فالتسبيح ده تحليق، والإنجيل ده تحليق، والصلاة ده تحليق، والقداس. وأنت يا نفسي بتحلقي قد إيه وقت؟ ممكن واحد يبقى عايش على الأرض حسب شهادة الميلاد عاش 70 سنة، بس ممكن قدام ربنا الزمن اللي حلقه لفوق ما يجيش يوم. احنا عمرنا بيتحسب قدام ربنا بزمن التحليق. أكلمكم كمان على نقطة ثالثة. النسر هو ملك الطيور، رمز القوة، رمز الحرية، رمز الاعتداد بالذات، رمز العظمة، رمز الارتفاع عن الأرض، رمز عن الترفع عن الصغائر. أحيانا تيجي بعض الطيور، أسف يعني كده إيه، الضعيفة الهيفة كده، تعمل حركات مستفزة قدام النسر. يجي غراب كده يعمل حركة ملهاش لازم. الجميل بقى في النسر المترفع بقى ملك الطيور، يبص كده يروح إيه طالع فوق الجبل في عشه، ما يخليش حاجة تنرفزه. الجميل في النسر الملوكي إنه لا يفقد أعصابه، لا يثور، لا ينتقم. الإنسان الروحي كده أيضا، يقول لك نشتم فنبارك. إيه ده؟ الإنسان الطبيعي لما يتشتم هيزعل، يتغاظ، يجيله أفكار وحشة. لو طبعا إنسان مش حلو ممكن يرد نفس المرض. لكن إنسان الروحي النسر نشتم فإيه؟ فنبارك، لأنه نسر يترفع عن الصغائر. داود كان نسرا. شمع بن جيرة عامل زي الغراب البسيط كده، قعد يشتم داود. رجال داود قالوا له سيبنا نحن نفتك بيه، قال لهم سيبوه. الرب قال له سب داود. هنا داود هنا ايه؟ نسر مترفع، ما نزلش لمستوى شمع ابن جيرة. هو كده الانسان الروحي مترفع، لا يثور، لا يغتاظ، لا يفقد اعصابه، ولا ينتقم. في بستان الرهبان في قصة لطيفة كده، الآباء كلهم الرهبان كانوا جوه الكنيسة بيصلوا. واحد من الرهبان خرج يعمل حاجة، لقى فيه لصوص حرامية بيسرقوا الدير، فدخل بسرعة لأبونا الربيطة رئيس الدير، قال له في حرامية في الدير. أبونا رد بمنتهى نسر، أبونا ده نسر، بهدوء النسر قال له يا ابني سيبهم يشوفوا شغلهم وسيبنا نشوف شغلنا. نسر ما خلاش الصغائر تنزله، هو مرتفع. مش كده؟ احنا في العالم ايضا هنقابل ناس يعملوا معانا صغائر. واحد يخطف مني حاجة من حقي، مش عارف رئيسي يتعداني في علاوة ولا في ترقية، ولا مش عارف مين ياخد مني زبون. سيبهم يشوفوا شغلهم، هم حرامية ياخدوا اللي عايزين، احنا لينا شغلانة تانية. هيسرقوا شوية قفف هنعمل غيرهم، ولا يهمك. داود كان نسر، أبونا رئيس الدير ده كان نسر. أما بقى العش اللي بيطلع ليه النسر الفوق هو إيه؟ هو اسم ربنا بقى، اسم ربنا، اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى. أكلمكم على حاجة حلوة كمان، هي أجنحة الإيه؟ أجنحة النسر. النسر الملوكي البالغ لما يفرد جناحاته كده تبقى البعد بين طرفي الجناح من 14 ل 15 قدم، يعني حوالي من 4 متر ل 4 متر ونص. الجميل بقى والغريب في جناحي النسر الريش بتاعه، ريش جناحي النسر مدبب بطريقة معينة بحيث لما تيجي ريح أو عاصفة
الريح والعاصفة دي ترفعه لفوق، تخش كده بطريقة معينة بين الريش، يبقى الريش هناك كأنه إيه بيمتص الصدمات، ويرتفع النسر فوق مستوى العاصفة. أي طائر تاني غير النس يرتعب من العاصفة، يخاف ويستخبى لأنها هتجرفه هتضيعه، أو لو جت في وشه تفتك بيه. النسر ما بيخافش، ليه؟ لأنه بيفرد جناحاته بطريقة معينة، الريش بتاعه مدبب، يخش الريح فإيه يرتفع النسر فوق مستوى الإيه؟ فوق مستوى العاصفة. هو كده ولاد ربنا الروحيين لما بتيجي حياتهم عاصفة زوباعة، يعني تجربة، لا يبتلعوا بتجربة، تجربة ترفعهم لفوق يتسطموا عن الأرض. شوفوا مثلا أيوب، أيوب تعرض لعواصف وزوابع كفيلة تقضي على أي إنسان، لكنه أيوب كان نسرا فارتفع فوق مستوى التجربة، قال الرب أعطى الرب أخذ، فليكن اسم رب مبارك. ومكتوب كده عن آخر يعقوب، يقولك وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أوله، وعاش أيوب بعد هذا 140 سنة ورأى بنيه وبني بنيه إلى 4 أجيال. هنا إيه؟ هنا أيوب نسر ارتفع فوق مستوى الزوبعة وقدر يكمل. النسر أيضا بسبب جناحاته بسبب ريشه يقدر يطير ضد التيار، ضد اتجاه الريح. أي طائر تاني الريح يجرفه، لا، النسر ممكن يمشي ضد اتجاه الريح. زي مين؟ زي أثناسيوس. أثناسيوس كان نسرا، قالوا أثناسيوس العالم كله ضدك، اتجاه الريح ضدك، قال لهم أنا بنعمة ربنا ضد العالم. الإنسان الروحي نسر، لو راح مكان ولقى 100 واحد بيعملوا حاجة غلط، لو هو مش نسر هيمشي مع الطيار، لكن لو هو نسر يقول أنا بنعمة المسيح ضد العالم. كون 100 واحد بيعملوا حاجة غلط مش معناها صح، معناها أنها غلط لأنه نسر. أنا النهاردة كلمتكم عن عين النسر، وكلمتكم عن طيران النسر وعن قوة النسر، وكلمتكم أيضا عن أجنحة النسر، والمرة الجاية إن شاء الله أكلمكم عن بقية النسر الملوكي اللي هو يرمز للإنسان الروحي القوي بإلهه المرتفع فوق العاصفة. بركة ربنا يسوع المسيح تكون معانا، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.